دكتور احمد الشحات مدير مركز شاف للدراسات المستقبليه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. هي شاف دي ماضي يشوف؟ لا، شاف يعني يشوف المستقبل او طبقا للمعطيات الراهنه. شاف يعني حلل، استشراف يعني استشراف للمستقبل. تمام يا فندم. شاف بعينيه يعني. تمام يا فندم. طيب أسأل سعادتك عن يعني تفتكر بريطانيا بهذه الزيارة ماذا تسعى إليه، وإذا كانت مواقفها متطابقة مع المواقف المصرية كما أتت التصريحات سواء في لقاء كاميرون بالسيد الرئيس أو المؤتمر الصحفي مع سامح شكري وزير الخارجية المصري، هما إيه الجديد وإيه الزيارة وتوقيتها مهم في إيه؟ أنا شايف إن في تغير في الموقف البريطاني، وأولاً الزيارة في مغزاها في بدايتنا القناع إن هناك قناعة بريطانية بالدور المصري الفاعل والمؤثر في إطار هذه القضية، زي ما احنا كلنا عارفين خاصة في ملف إنتاج المساعدات الإنسانية، ولعب زي ما حضرتك قلت دور الوساطة الأساسي مع دولة قطر لتحقيق الهدنة المرتقبة إن شاء الله. انما هناك التغير الحقيقي ان هناك رعايه يعني بريطانيه او رغبه بريطانيه حقيقيه في تهدئه الصراع في الاراضي الفلسطينيه. ده صحيح، يعني ده واضح جدا، واحنا شفنا الحقيقه مش بس بريطانيا، ده احنا شفنا الفتره الاخيره بريطانيا والمانيا وفرنسا، لان الكل شعر بتهديد كبير لمصالحه لو فضلت المنطقه دي متاججه كده. لا بس نقف عند بريطانيا خاصة لأن هي الراعي دائم يعني بجوار الولايات المتحدة الأمريكية للسياسات الإسرائيلية، وسواء وكان دعم ليها في مجلس الأمن ودعم ليها عسكريا وأعلنت ده بشكل مباشر، يكون هناك هذا التغير، فده ملمح رئيسي بارز جدا في المشهد ده. هل لديك توقعات يعني باعتبارك شايف، هل في توقعات لنجاح صفقة جديدة لتبادل الأسرى أو هدنة مع أعياد الميلاد والسنة الجديدة، خصوصا أن في وفد من حماس هنا إسماعيل هنية عندنا النهاردة في مصر؟ أعتقد أن في القريب العاجل وليكن في أوائل الأسبوع القادم على تقديري الخاص، أن رغبة الطرفين في الوصول لهدنة، ولكن هناك سباق على مكاسب الهدنة. كل يعني كل طرف بيحاول يحقق كروت افضل في 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 مسار الهدنه، خاصه المرتبطه باعداد الاسرى وتبادل الاسرى وانواعهم. النقطه الثانيه في فكره المده المرتبطه بالهدنه وايقاف شامل ضرب النار. فهذا الموضوع طالما هناك رفض نسبي وهناك رفض في الجانب الآخر نسبي، فأعتقد أن دول الوساطة والولايات المتحدة الأمريكية وممكن بريطانيا تلعب هذا الدور ودعوة من فرنسا، ممكن أن يكون هناك توصل لتوافق في هذا الاتجاه. أعتقد أن خلال على أوائل السبت الحد يعني أقصى حاجة الاثنين القادم سيكون خرج قرار بالهدنة. شكرا جدا يعني دكتور أحمد في إطار المعطيات المتاحة اللي احنا شايفينها حاليا. شكرا جزيلا لسعادتك دكتور أحمد الشحات مدير مركز شاف للدراسات المستقبلية. احنا نتمنى يا رب أن يأتي العام الجديد بهدوء إن كان هذا ممكنا ومسموحا به في السياسة، من كل واحد يبحث على أكبر قدر من المكاسب، لكن مكان هذا المكاتب وليس حياة البشر. يعني المكاسب لما نقعد في المكتب كده ونقول هنعمل صفقة، أنا بس عايز معلش تديني أجل زيادة في الوقت، تديني مزايا في الفلوس، تحط فلوسك بالاستثمار بالدولار مش بالكذا عشان أنا عندي أزمة في احتياطي النقد الأجنبي، نتكلم وناخد وقت ونوصل بعد وقت طويل مش حكاية، لكن لما كل الناس بتموت يبقى حتى يعني لمحة الكاميرا لوش مسؤول من المسؤولين في هذه الدول اللي بيقولوا عليها دول كبرى خسارة تضيعها بدون مكسب حقيقي للإنسانية في قطاع غزة.